هي ميدالية برونزية لكن طعم تاعها راه بميدالية ذهبية. بعد العودة تاعي كانت عودة من بعيد، ما كانتش حاجة سهلة. لا بريباراسيون تاعي سيتي فريمون دور، كانت ديفيسيل، لكن الحمد لله الثقة اللي درتها في روحي وبلا ما ننسى الكوتش تاعي هو اللي كان السند تاعي الاول، هو اللي كان السند تاعي الاول اللي كان ينكوراجي فيا، والحمد لله الثقه اللي دارها فيا والثقه ثاني اللي دارتها فيا الفيدراليه والدوله الجزائريه، الحمد لله قدرت اني دائما نكون فوق المنصه التتويجات. وهذا الفوز نهديه بزاف للشعب الجزائري ولي بارون تاعي وبنتي ميراك وكامل الناس اللي تحبني وخواتاتي.